نبدأها بإعلان الديوان الملكي السعودي وفاة الأمير عبد الإله بن سعود بن عبد العزيز آل سعود. وفاة الأمير عبد الإله بن سعود بن عبد العزيز الديوان الملكي السعودي ينعاه، وآخر ظهور له مؤثر جداً. نعى الديوان الملكي في المملكة العربية السعودية وفاة الأمير عبد الإله بن سعود بن عبد العزيز آل سعود، وقال الديوان الملكي: انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب سمو الملكي الأمير عبد الإله بن سعود بن عبد العزيز آل سعود، وسيصلى عليه إن شاء الله بعد صلاة العصر الاثنين في جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. وأضاف البيان: تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون. ويشار إلى أن الأمير عبد الإله بن سعود توفي في مدينة الرياض، وهو الابن السادس عشر من أبناء الملك سعود. وفيما لم يشر بيان الديوان الملكي عن سبب وفاة الأمير عبد الإله الذي توفي عن عمر ناهز 82 عاماً، تساءل العديد من النشطاء عن سبب الوفاة. إلا أن بعض المصادر السعودية كشفت أن الأمير عبد الإله كان يعاني من المرض منذ مدة، والذي اشتد عليه مؤخراً ما استدعى نقله المستشفى حتى وافته المنية. الله يحفظك. مساء الخير. وتفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قال البعض: ننعي الأمير عبد الإله بن سعود رحمه الله وغفر له وأسكنه جناته، الذي توفي في مدينة الرياض اليوم وهو الابن السادس عشر من أبناء الملك سعود رحمه الله، ونتقدم بالعزاء للأمراء منصور وتركي ووليد ولجميع أبناء وأسرة الملك سعود، وإن لله وإنا إليه راجعون. وأضاف آخرون: عظم الله أجركم وغفر لميتكم وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان. وقال البعض الآخر: الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته، وإن لله وإنا إليه راجعون. خالص التعازي لأصحاب السمو الملكي الأمير منصور وتركي ووليد بن سعود بن عبد العزيز. منذ صغره المبكر في حفظ القرآن الكريم ودراسته الفروسية،